يا الله. من قاعة مونستر جيم وجلسة صباحية. حيا الله متابعينا الغاليين. العقل السليم بالجسم السليم. محمد سامع هاي المقولات والحكم؟ يقول لك لكل داء دواء. وشنو؟ والمعدة بيت الداء. بالعصوش وين؟ بالمعدة. يعني إذا معدتك توكلها أكل صحي صراحة يصير جسمك معضل وحلو. إذا تضرب تريد تشريب بيبسي حلويات شو يصير بجسمك؟ تسمن وتصير إنسان بدين. شنو يعني بدين؟ سمين لا عاب حلقك. عبد الحميد خاف من الشمس. حميد سوى لابو برده على مود متلوح الشمس. اشكرك ابن حميد اشكرك. تعال بصفي خدك في الساعه ساعتين او كارديو.